أنا آسفة، أصل أنا بتصل بيك محدش بيرد، وأنا معدية من قدام العمارة قلت أطلع لو لقيتك يبقى حظي حلو. معلش يا سلمى، أنا معرفتش أرد عليكي لأن كان التليفون سايلنت، كنت في مقابلة مهمة أوي. اتفضلي اتفضلي. شكرا. اتفضلي. أنا أصلي قلقانة قوي وفكرت في كل كلمة أنت قلتها، وبصراحة والله مش عارفة أنام يا أستاذ أمير. أنا كنت لسه هقعد على القضية بتاعتك، وكنت هكلمك أنت وجليلة تقعدوا معايا هنا. أنت طلبت مني أسأل عليه وعلى أي حد من طرفه. عايزة أقول لك إن عمر اللي كان معاه لقيت حاجة في المكتب خاصة بيه مهمة قوي وأكيد هتفيدني. هايل، إيه هي؟ لقيت صورة لرخصة عربية خاصة بيه في المكتب، كانت في ملف من الملفات. أكيد كان بعت حد يعمل له شغل في العربية أو يشيل له مخالفات أو يدفع له مخالفات أو نسيها. حلو ده. طب فين الرخصة دي يا سلمى؟ هاتيها أنا عايزها. أهي. حلو قوي ده. شوفي، عن طريق صورة الرخصة دي هنوصل لعمر، ولما يجي عمر هنوصل لإيهاب بإذن الله وهنعرف مكانه فين. بس أنا عايزة أسألك حاجة، هو أنت ليه ما بلغتش الشرطة؟ هو انت متخيله ان ده لو في ذره لمصلحتك انا ما كنتش عملت كده من ساعتها؟ يا بنتي انت شايله قضيه كبيره جدا، ولو بلغنا الشرطه هيحصل شوشره، ولما يحصل شوشره البنك هيعرف، والبنك لما يعرف مش هيسكت، واحنا مش عايزين ده دلوقتي. احنا عايزين نتصرف بهدوء جدا علشان انت وجليله تبقوا زي الفل بره القضيه، ونشيل القضيه اللي عملها. في حاجه تانيه بس انا بصراحه محرجه منك ومش عارفه اقول لك ايه. لا حاجه تانيه ولا تالته، ما تقوليش حاجه سلمى. أنا عارف أنت هتتكلمي في إيه كويس. شوفي، أنا واخد القضية دي لسببين اتنين. أولاً أنت بنت حتتي ولا يمكن أسيبك في المأزق اللي أنت فيه ده خالص. بس دي أتعابك وأنا أستأذنك. استني بس لما تعرفي. ثانياً دي قضية كبيرة وأنا لسه فاتح المكتب، وإن شاء الله لما نكسب القضية دي هيحصل صيت جامد جداً للمكتب ومش هلاحق على الشغل. يعني في مصالح متبادلة، فاهماني؟ والله العظيم أنت بتحرجني بذوقك. بصي، لو اتكلمت في الموضوع ده تاني بجد أنا هزعل منك. وفي حاجة تانية أنا عايز أقول لك عليها. لو سمحتي غيري أسلوب حياتك، ما تندفعيش وتعملي أي حاجة كده. لازم تبصي الموضوع بمنظور بعيد، فاهماني؟ هتصدقني لو قلت لك إن أنا ندمانة؟ بصراحة لا، مش مصدقك. عندك حق. أصل أنا بحاول أبين إن أنا مش هاممني وأنا زي ما أنا، خايفة من شماتة الناس فيا، أصل أنا كنت وحشة قوي. ده حلو قوي، إن أنت تعترفي بخطئك ده في حد ذاته شيء هايل. أصل لو الناس في الحارة عرفوا اللي حصل لي دول هياكلوا وشي. أصل أنا كنت بتمنظر بيه منظرة الله يخرب بيت أم ابن الكلب. كل مخي والله العظيم. هو ما كلش مخك ولا حاجة يا سلمى. أنت كان عندك استعداد للي حصل وهو استغل ده فيكي. بس عارف في حاجة شغلاني كده وعمالة أفكر فيها ومش قادرة أصدقها. إيه هي؟ يعني أنا ممكن أروح لأي بنك وآخد قرض بالملايين وامشي كده من غير اي مشاكل؟ لا طبعا، لا انا ولا انت نعرف نعمل ده، لكن نصاب زي ايهاب دايما عنده الحجه وبيعرف يعمل ده كويس قوي. متشكره ليك، متشكره لوقفتك معايا. عن اذنك. نورتيني يا سلمى، مع السلامه. شكرا. مع السلامه، اتفضلي. فل على عيونك، ايه النوم ده كله؟ في حد ينام كل ده؟ بيني وبينك يا حبيبتي، انا اصلا ما خدتش اجازه من زمان قوي، ما صدقت. والنبي ايه؟ طب قوم انا هعمل لك غدا، انما ايه؟ فل. ايه ده؟ بجد؟ امال ايه؟ يلا قوم، انت هتفضل نايم طول اليوم، قوم يلا. بيني وبينك عايز افضل نايم.
قوم يلا. يلا يا بيبي. على مهلك وانت نازل واحدة واحدة. والله. عندنا بقى شوية أكل. ما تقوليش. إيه رأيك بقى بص؟ إيه رأيك في السفرة دي؟ إيه ده بقى؟ هاكل فراخ على الصبح؟ وما تاكلش فراخ ليه؟ أمال مين اللي ياكل ده؟ أنت حتى عريس. أيوه عريس بس مش مفجوع. مفجوع؟ ما تقولش على نفسك كده. صحتك مش عجباني. إيه؟ لا والله العظيم، والله العظيم ما أقصد. أنا قصدي يعني إن أنت بتهلك نفسك في الشغل، فمحتاج كده حاجة تقوي صحتك شوية. آه. أنا كان في حاجة كده عايزة أقولها لك. بس والنبي ما تزعل مني. مش هزعل مني، قولي إيه؟ أنت عارف يعني إن أنا أبويا ما عرفش إن أنا اتجوزت وكده. فمش عارفة هقول له إزاي. أنا هقول. لا. ما ينفعش انت تقوله، لازم انا اللي اقوله. سيبني كده بس اوضب اموري كده واظبطها وبعدين نشوف هنعمل ايه. كان في حاجه تانية. قولي. بصراحه انا مش عارفه يعني ابات هنا، يعني ينفع اروح بالليل وارجع الصبح؟ حلو. لا حلو. تعرفي الدنيا دي غريبة قوي قوي. زمان كان لما واحد يتجوز واحدة في السر زي حالاتنا كده كان ممكن يطلقها عشان الناس ما تعرفش. هي بقى تاكله دماغه وتزن تزن تزن عشان عايز الناس تعرف. دلوقتي الدنيا انقلب حالها. بس تعرفي انا موافق، ممكن تعملي كده. بجد؟ يعني والنبي ما انت زعلان؟ لا طبعا مش زعلان خالص. على الاقل زي الناس ما بتقول عشان نوحش بعض يا حبيبتي. ايوه صح يا حبيبي. يلا. ايه؟ يلا. طب ناكل. يلا. الاكل هيبرد. هناكل. طب هتقدر تسخنه تاني؟ عارفة يا بنت يا تميمة أنا تعبت قد إيه عشان أجيب لك فناجيل القهوة دي؟ أنا مش عارفة ليه؟ أمي ما كانتش تشرب القهوة غير في الفناجين دي، وكانت دايماً تقول لي الفنجان بودن ما ينقريش. ليه بقى إن شاء الله؟ عشان بودن، والعفاريت بتسمع وبتصمت. حلوة دي. قولي لي بقى يا بنت، تعرفي إيه تاني عشان نقول الحاجات دي للنسوان اللي بنعرفهم؟ اشربي وأنا أقول لك. خدي بق. هاتي عسل. بصي شوفي دي قديمة قديمة عملتها قبل.